السلام عليكم، كيف حالكم أصدقائي الصغار؟ لقد اشتقت لكم كثيرا، آمل أن تكونوا بخير وصحة جيدة. اليوم سأكون معكم بدرس جديد وممتع من دروس مادة العلوم للصف السادس. الدرس سيكون عن طرائق تكاثر النباتات لا جنسيا تحت عنوان حياة نبتتي. بداية دعونا نتذكر ما أخذناه سويا في درس نبتتي تتكاثر. لقد تعرفنا على مكونات الزهرة وكيفية تكاثر النباتات الزهرية جنسيا، وذلك عن طريق عملية الإلقاح. هل تتذكرون عملية الإلقاح؟ أحسنتم، تتم عبر عدة مراحل وهي التأبير ثم إنتاج هبط الضلع ثم الإخصاب. اليوم سنتعلم كيف بإمكان النباتات الزهرية أن تتكاثر بطرائق أخرى دون الحاجة لعملية الإلقاح، وذلك عن طريق التكاثر اللاجنسي، إذ يتم هذا التكاثر عن طريق أحد أقسام جهازها الإعاشي المكون من الجذر، الساق، الأوراق. حسنا، سأعرض أمثلة عن بعض النباتات الزهرية وكيف بإمكان كل نبات من هذه النباتات أن يتكاثر لاجنسيا عن طريق أحد أقسام جهازه الإعاشي. سنبدأ أولا بنبات الأضاليا. هذا النبات بإمكانه التكاثر لاجنسيا عن طريق جذوره الدرنية ليعطي نباتا جديدا مطابقا للنبات الأصل. سأنتقل معكم إلى مثال آخر. ماذا تشاهدون في هذه الصورة؟ أحسنتم، إنه نبات البطاطا. هل هنا أحد لا يحب تناول البطاطا اللذيذة؟ إن نبات البطاطا بإمكانه التكاثر لاجنسيا عن طريق الساق الدرنية ويعطي نباتا جديدا مطابقا للنبات الأصل. أما في هذه الصورة فهي تحوي نباتا يدعى نبات الكالانشو، وما يميز هذا النبات أنه يتكاثر لاجنسيا عن طريق أوراقه التي تحتوي على براعم تسقط على التربة لتعطي نباتا جديدا. هناك أساليب متبعة لإكثار بعض النباتات اعتمادا على طرائق التكاثر اللاجنسي، وهي التعقيم، الترقيد، والتطعيم. سنبدأ بدراسة أول أسلوب من الأساليب المتبعة لإكثار النبات لاجنسيا وهو التعقيل. نأخذ جزءا من ساق النبات يحوي برعما أو أكثر، وهذا جزء من النبات يدعى العقلة. عند وضع العقلة في الماء بعد فترة من الزمن نلاحظ كيف تتشكل للعقلة جذور عرضية كما هو واضح لدينا في الشكل. عندما ينمو للعقلة جذور عرضية نقوم بزراعتها في الحوض وسقايتها حتى تكبر. بعدها تنمو البراعم وتعطي الأوراق ونباتا جديدا. هناك أمثلة لبعض النباتات تستخدم معها طريقة التعقيل، وهي الورد الجوري، البطاطا، الزيتون، العنب، التين وغيرها. أما الطريقة الثانية بعد التعقيل هي الترقيد. بداية أقوم بدفن جزء من النبات تحت التراب، ثم أنتظر فترة من الزمن حتى تتشكل جذورا عرضية لهذا الجزء المدفون. بعد تأكدي من تشكل الجذور العرضية أقوم بقطع فرع النبات عن أصله، وبذلك أحصل على نبات جديد. سأذكر لكم أمثلة لبعض النباتات تستخدم معها طريقة الترقيد، مثل الياسمين، الزيتون، الليمون. وها نحن الآن مع آخر أسلوب من الأساليب المتبعة وهو طريقة التطعيم. هذه الطريقة تعتمد على نقل قطعة من نبات تحمل برعما أو أكثر تدعى الطعم. نقوم بإلصاق الطعم على نبات آخر يدعى الأصل، وذلك بهدف الحصول على نبات يحمل صفات جيدة ومرغوبة. لكن أعزائي، لا يمكن أن ينجح التطعيم إلا بشرط واحد، وهو أن يكون الطعم والأصل من الجنس ذاته، مثل النارنج يمكن تطعيمه مع الليمون أو البرتقال أو اليوسف أفندي، وكذلك السفرجل بإمكاننا تطعيمه مع الإجاز وهكذا. آمل أن أكون قد قدمت الفائدة لكم أحبائي، وشكرا لاستماعكم.